إذن عن انعدام الشفافية في السياسات الاقتصادية في العراق وبوادر صراع بين وزير المالية والبرلمان يقوده حاكم الزاملي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. ودكتور صباح، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون تم تسعير برميل النفط في الموازنة السابقة المعمول بها لحين إقرار الموازنة الجديدة ب$55 للبرميل الواحد، بينما وصل البرميل عالميا لما يقرب من $93 للبرميل. فروق السعر هذا هل يعلن عنها وتقدم في حسابات حقيقية دكتور؟ تحية لكم. حقيقة ما يعيشه العراق حالة فريدة عن باقي دول العالم المنتجة للنفط. نعم. الجانب الجوهري والأساسي اعتماد العراق على إيرادات النفط بنسبة أكثر من 95% يدلل على أن البلد ريعي 100%. إضافة إلى انعدام وجود الشفافية في التداول المالي العراقي، الإيرادات بكل أشكالها سواء النفطية أو التي هي خارج إطار النفط كالضرائب والجمارك وغيرها والأملاك وغير ذلك من الإيرادات التي ممكن أن تدخل إلى خزينة الدولة. هذا الجانب بصراحة غير واضح المعالم في كل الموازنات السابقة من 2003 ولغاية اليوم. ارتفاع وانخفاض أسعار النفط لا يؤثر في الجانب الإيجابي خصوصا في الارتفاع على مستوى المعيشة للفرد. كذلك أيضا الانخفاض يتحمله المواطن، وهذا ما حصل قبل سنتين. أما مسألة الموازنة 2022 ومن المفترض أن تقدم في أكتوبر العام الماضي لاعتمادها من قبل مجلس النواب، لم تقدم ولغاية اليوم والصراع مستمر في الأفق السياسي الملغوم والغائب بشكل غير واضح المعالم في إيجاد أو اختيار رئيسا للبلاد وكذلك أيضا رئيسا للجمهورية. أما اعتماده على سعر 55 في العام الماضي هو أيضا يعتبر شكل من أشكال التسويف بالفائض الموجود، لأن أسعار النفط خصوصا من شهر 10 الماضي ولغاية اليوم في حالة ارتفاع إلى أن وصل إلى ما يقارب $93. من المتوقع في اعتقادي ستتم عمليات استنساخ لموازنة 2022 ك2021 بزيادة قد تتراوح بين $55 إلى $65 للبرميل باعتماد الموازنة، ولذلك الزيادات هذه السعرية لا تنعكس على حالة المواطن بكل أشكاله سواء في الخدمات أو في الدخل الشهري. طيب دكتور، دكتور كما تعرفون في دول العالم تنشأ صناديق سيادية توضع فيها مثل هذه الفوائض، أين هذه الصناديق في العراق؟ لماذا لا يقدم بها كشف حساب على سبيل المثال؟ حقيقة انعدام الشفافية وطبيعة الفساد المالي والإداري في العراق لم تكن هناك أي شكل من أشكال الختاميات حتى يتمكن مجلس النواب من محاسبة الحكومة على مدى سنة كاملة أين ذهبت أموال الموازنة المعتمدة من قبل مجلس النواب. بما فيها الفروقات الكبيرة جدا، من المفترض أن يكون هناك صندوق سيادي للعراق للأجيال القادمة ويتم عمليات توظيف وتخصيص الاستثمارات من خلاله الذي يعطي انعكاسا طبيعيا لعملية الرفاه للإيرادات الموجودة والتي تعتبر إيرادات عالية جدا، حيث مسألة الصندوق السيادي طرح هذا المشروع بعام 2012، ولكن منذ 2012 ولغاية اليوم لم يتم إقراره بشكل رسمي، حيث أن عملية الزيادات كانت تذهب لجهات حقيقة
في مسائل تبييض الأموال وغيرها والسرقات وغير ذلك. بينما هذا العام الذي نحن فيه انتهت عمليات التعويضات للكويت عن من عام 1991 ولغاية اليوم. العراق سدد كل المستحقات دكتور. 3% من الإيرادات. صحيح. طيب. من المفترض أن توظف إلى صندوق سيادي للاستفادة منه، بينما نلاحظ أثناء انخفاض أسعار النفط العام الماضي في بدايته نلاحظ أدى ذلك إلى المواطن دفع ثمنه بشكل كبير جدا من خلال عملية تخفيض قيمة الدينار العراقي. على ذكر ذلك يعني نبقى في هذا المفصل أثرته جنابكم، مع هذا التنامي في أسعار النفط وصل إلى ما يقرب من 93 دولار للبرميل الواحد، دكتور هل نتوقع تحسن في سعر صرف الدينار أمام الدولار؟ حقيقة من الصعب جدا التكهن بهذا الاتجاه. السبب الجوهري والأساسي انعدام شفافية السياسة المالية بالعراق، حيث ما زال لغاية الآن لم يتمكنوا من إيجاد رئيسا للجمهورية وكذلك أيضا رئيسا للوزراء وما زال لغاية الآن تشكيل الحكومة ومقاسمة الكعكة كما يدعون. هناك إرباك وفوضى سياسية تنعكس بشكل أو بآخر على طبيعة الإدارة المالية الواضحة. أنا في اعتقادي وحسب دراستي لواقع العراق المالي من المفترض تعويم الدينار العراقي، وهذا ما قامت به مصر واستفادت الدولة بعملية عدم بيع العملة من خلال الدولة. من يريد الشارع موجود والسوق موجود، في حالة ارتفاع أو انخفاض تستطيع التجار ويستطيع الشركات وكذلك أيضا الأشخاص التعامل معه في مسألة ارتفاعه وانخفاضه، بينما عملية بيع العملة ومزاده الجميع في إدارة العملية السياسية متفقين على بقائه، ولذلك من الصعب جدا عملية تخفيض أو استعادة تقوية الدينار العراقي خلال هذا العام أو العام القادم أو غيره في اعتقاد. دكتور الحكومة السويسرية يعني اتخذت قرار برفع السرية عن الحسابات المصرفية العراقية المجمدة تمهيدا لإعادة الأموال إلى العراق. هذه الأموال التي ستعود إلى العراق هل سيساهم في رفض الدينار العراقي بشكل أو بآخر؟ بالتأكيد هو لو كان هناك حقيقة مشروع بهذا الاتجاه تعمل عليه الحكومة العراقية ممكن بشكل كبير جدا، ويعطي إمكانية لتخصيصات لمشاريع جديدة وبنفس الوقت أيضا امتصاص البطالة وتخفيض نسبة الفقر، ارتفاع المستويات الخدمة إلى خدمة تتناسب مع الإيرادات، خدمة التعليم، الصحة، الطرق، البلديات وغير ذلك. ولكن العراق يعاني وتدخل له إيرادات عالية جدا، المواطن البسيط يدرك إلى أين تذهب هذه الأموال حقيقة. ولذلك أنا في اعتقادي من الصعب جدا إزالة ما يسمى بالفساد المالي والإداري خلال فترة زمنية قصيرة، لأن البيئة والعوامل الموضوعية لم تتهيأ لاتخاذ إجراء في هذا بهذا الشكل. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.